حياكم الله مشاهدينا إلى حصاد بانورامي من الإمارات إليكم وأبرز الملفات. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الإمارات يقظة تصد والضرب بقبضة من حديد، القول واحد لا للمخدرات. القيادة العامة لشرطة الفجيرة تؤكد أن أعين رجال الأمن ساهرة لن تنام. أحد الأصدقاء يعني أعطاني نوع من المخدر، يعني أخذت هذا الشيء، قال لي إن هذا الشيء بخفف علي، فأنا أخذته يعني واستمريت بأخذه لين ما أدمنت. وفي خاص البرنامج أقلع عن الإدمان ليعود إلى الحياة بأمان. هم شباب اختلطت عليهم الأمور فامتزجت المعرفة بالحيرة، رغم العقول الممتلئة بالذكاء والقلوب التي تفيض بالطيبة والإيمان والإصرار على عيش الحاضر والمستقبل، لكن وفي لمح البصر نراهم يغيرون عزمهم سواء طوعا غصبا أو جهلا، ليجرفهم القدر إلى سبيل الانتحار البطيء والتهلكة المحتمة. برنامج من الإمارات ولمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق اليوم في 26 من يونيو يخصص زاوية من هذه الحلقة للإسهاب في هذا الملف الهام بطبيعة الحال، ونتساءل سويا هل المدمن مجرم أم ضحية أم الاثنين معا؟ متوقفين عند ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة المخدرات، واضعة نصب أعينها إنقاذ كل من وقع يوما في براثن هذه الآفة السامة، متصدية لتجار الموت وبناة الثراء على أنقاض الإنسان، مؤازرة وقود المجتمع، مؤازرة الشباب ليظلوا كما تريدهم القيادة الرشيدة في الدولة دعائم هذا الوطن الغالي، معلين رايته ومتابعين لمسيرة الحضارة والنهضة الشاملة، استراتيجية رائدة على العدالة شاهدة. نستهل لقاءنا بجولة إخبارية محلية، حيث بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا، وذلك لمناسبة اليوم الوطني لبلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم جبير عاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعث برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش. إلى ذلك بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى بوراد باهور رئيس جمهورية سلوفينيا، وذلك لمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة أخرى إلى فيليبي شاسينتو نيوتسي رئيس جمهورية موزمبيق، وذلك لمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة مماثلة إلى بورات باهور رئيس جمهورية سلوفينيا، وإلى رئيس فيليبي شاسينتو نيوتسي رئيس جمهورية موزمبيق. على صعيد آخر، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة البلد الأفضل عالميا، ولكن سنبقى في سباق مستمر لتحسين جاذبية البلاد في المجالات كافة. وقال صاحب السمو في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: طلعت على المؤشر العالمي لجاذبية الدول الذي تصدره فيوتشر براند، والذي يقيس جاذبية 5
75 دولة حول العالم للزيارة والإقامة والاستثمار والاستقرار. الإمارات الأولى عربياً والسادسة عشر عالمياً، أرى بلدي الأفضل عالمياً، ولكن سنبقى في سباق مستمر لتحسين جاذبية بلادنا في المجالات كافة. ويعتبر مؤشر فيوتشر براند كونتري إندكس من أهم الأدوات الموثوق عالمياً لتقييم جاذبية الدول وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والأفراد المتمتعين بالمواهب والقدرات الخاصة القادمين من دول أخرى. في شق مغاير استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في العاصمة أبو ظبي معالي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الذي يزور البلاد حاليا ضمن جولة له في المنطقة. ورحب سموه بزيارة وزير الخارجية الأمريكي للدولة وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون القائمة ومستوى التنسيق والعمل المشترك بينهما في مختلف الجوانب وسبل تنميتها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين والشعبين الصديقين. وتبادل سموه وزير الخارجية الأمريكي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، خاصة التطورات الأخيرة التي تقوض أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة البحرية الدولية، مؤكدين أهمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد تلقى اتصالا هاتفيا من شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، حيث جرى خلاله بحث علاقات التعاون والصداقة الوثيقة التي تجمع البلدين وسبل تنميتها في المجالات كافة. كما تبادل سموه ورئيس الوزراء الياباني وجهات النظر بشأن مجمل القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأن احتواء تداعياتها. أيضا استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق سير جون لرمر كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة. وبحث سموه والمسؤول البريطاني خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر علاقات الصداقة وأوجه التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتنميتها بما يعزز التنسيق والعمل المشترك بين البلدين. كما تبادل سموه وكبير مستشاري الدفاع البريطاني وجهات النظر بشأن التطورات والمستجدات في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر قلد عددا من الضباط المشاركين في مهام الواجب والعمل الإنساني أو سمة لإمارات من الطبقة الثانية والثالثة والرابعة، وذلك تقديرا لجهودهم وتكريما لدورهم خلال أدائهم مهامهم الوطنية والإنسانية. يرافقهم معالي الفريق ركن حمد محمد ثاني رميثي رئيس أركان القوات المسلحة. وأعرب سموه عن فخره واعتزازه وكل شعب الإمارات بأبنائهم درع الوطن الحصين وحماة عزه ورفعته الذين يجسدون أسمى قيم ومعاني الوفاء والانتماء إلى أرض الإمارات الطيبة من خلال مواقفهم البطولية داخل الدولة وخارجها في مختلف ميادين العمل والحق والكرامة، داعين الله عز وجل أن يحفظهم ويوفقهم في خدمة وطنهم وشعبهم ليبقى آمنا عزيزا شامخا.
إلى ذلك استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر وفد المدرسة الإماراتية الفائزة بالمركز الثاني عالميا خلال مشاركتها في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والروبوت التي أقيمت منافساتها أخيرا في ولاية كنتاكي الأمريكية، حيث هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوفد على هذا الإنجاز العلمي النوعي، معربا عن سعادته بتفوقهم، خاصة أنه يتعلق بأحد أهم مجالات المستقبل وهو الذكاء الاصطناعي، والذي تسعى الدولة من خلال استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية التنموية في القطاعات الحيوية كافة. وأكد سمو حرص دولة الإمارات على تمكين الأجيال من أدوات الاستثمار في هذه المجالات، مشددا على أهمية توفير البيئة المناسبة للطلبة للتعلم ومواصلة العمل والتدريب وخوض تحديات المسابقات والارتقاء بالمهارات والإمكانات لدى الطلبة إلى مستويات متقدمة في هذه العلوم. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، أطلقت حكومة أبو ظبي 9 مبادرات جديدة خلال أعمال منتدى أبو ظبي للقطاع الخاص بهدف تعزيز القدرة التنافسية للعاصمة ودفع على شلة النمو. وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رئيس اللجنة التنفيذية، شهد أعمال المنتدى وأطلق المبادرات الجديدة التي تدعم قطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية أبو ظبي لتصبح واحدة من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال والاستثمار والعيش والعمل، حيث استضاف منتدى أبو ظبي للقطاع الخاص أكثر من 200 من قادة القطاعين العام والخاص احتفاء بمرور أول 6 أشهر من برنامج أبو ظبي للمسارعات التنموية غدا 21، والذي بدأ تنفيذه منذ بداية العام الحالي. في محور جديد، عقدت اللجنة المالية والاقتصادية في قصر الرئاسة في أبو ظبي اجتماعها 39 برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية التدفقات النقدية في ضوء الإيرادات التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية والإيرادات المتوقعة النصف الثاني من السنة المالية 2019 في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية، حيث تؤكد التقارير المالية بأن السيولة النقدية للتدفقات تدار وفق خطة الصرف من الميزانية العامة للاتحاد وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصرف لكافة الجهات الاتحادية. وفي هذا الإطار، أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أكد ضرورة استمرار التطورات الإيجابية والإنجازات الهامة خاصة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة بما يحقق التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية في الدولة. مشاهدينا، عقب الفاصل أفتح وإياكم حزمة ملفاتنا لهذا اليوم. أسرتنا هي مستقبلنا، تحت هذا الشعار تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف في 26 من يونيو من كل عام، حيث تنظم وزارة الداخلية بهذه المناسبة فعاليات موسعة وحملات توعوية في جميع أرجاء الدولة بهدف التعريف بمخاطر المخدرات وأبراز الدور الحيوي للأسرة في حماية الأبناء، إلى جانب تثقيف الجمهور بمخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه وطرق العلاج. وفي هذه المناسبة، أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات الفريق ضاحي خلفان تميم، أكد أن مشكلة المخدرات تعد واحدة من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه أجهزة المكافحة على مستوى العالم ككل، ما استدعى من
من كل الجهات المعنية النهوض بمسؤولياتها وتفعيل مبدأ الشراكة والتصدي بقوة لهذه الآفة والعمل على تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها والسيطرة على خطر انتشار المخدرات وإساءة استعمالها والإتجار غير المشروع بها. أنا أقول الآن من خلال هذا البرنامج أن كل من يتعاطى في الإمارات، كل من يروج في الإمارات، كل من يتاجر في الإمارات بالمخدرات، والله لن تنام أعين رجال المكافأة عنه، وسنظل لاحقة بشكل أو بآخر ونقبض عليه. ولهذا أحذر الشباب والأولاد والمراهقين والمتعاطين من أنهم يحاولون يعبثون بأمن شبابنا المتعافين ويروجون في أوساطهم هذه المشكلة. وكل من يظن أننا لن نلقي عليه القبض هو مخطئ، لأن عيون رجال مكافحة المخدرات عيون ساهرة في سبيل الحفاظ على ثروتنا الوطنية ألا وهم الشباب. لا للمخدرات. إذا كما أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات الفريق ضاحي خلفان تميم أنه على الرغم من الجهود التي تبذل من قبل المجلس وأجهزة مكافحة المخدرات في الدولة وما تشكله من خط الحماية الأول للتصدي لهذه الآفة، إلا أن تلك الجهود تبقى ناقصة في ظل غياب خطوط الحماية ذات الأولوية في وجه مشكلة المخدرات وتفشيها، ألا وهي الأسرة التي لها الدور الأول في عمليات التربية الصالحة للأبناء وتوعيتهم ومراقبتهم ومتابعتهم وتعليمهم في سن مبكرة كي يقولوا لا للمخدرات، ووضع القواعد والأنظمة التي تعلمهم الالتزام والانضباط كالقيم الدينية والتربية والتقيد بالأخلاق الحسنة وتوفير البيئة التي تساعدهم على النمو بشكل طبيعي بعيدا عن التوتر والمشكلات الناتجة عن التفكك الأسري في بعض الأحيان وملاحظة التغييرات التي تطرأ على سلوكهم والأعراض والشواهد التي يمكن من خلالها معرفة إن كانوا متورطين لا سمح الله في تعاطي المخدرات، متوقفا عند أهمية دور المؤسسات التربوية والمدارس والجمعيات الشبابية التي تعمل على ملء الفراغ لدى الشباب. كل ذلك بعد دور مؤسسات العلاج والتأهيل كمرحلة لاحقة في حال اكتشاف حالات إدمان لدى الشباب. كشف تقرير السنوي لجرائم المخدرات للعام الماضي الذي تصدره الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية عن انخفاض الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات بمعدل 29.4% وارتفاع عدد بلغات المخدرات بنسبة 16%، وتعزيزا لدور وزارة الداخلية في استتباب الأمن والأمان في كافة ربوع الدولة. ارتأى القيادة العامة للشرطة الفجيرة متمثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والوقاية منها إطلاق حملة إرشادية توجهت من خلالها إلى جموع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة من أجل تمكين أفراد المجتمع وبناء قدراتهم ومهاراتهم للوقاية من المخدرات، فضلا عن تعزيز دور الأسرة في المساهمة في الوقاية من هذه الآفة السامة.
كافة عالمية عابرة للقارات، تنتشر كالنار في الهشيم وسط ضعفاء النفوس، الإدمان على المخدرات. وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لابد لنا أن نتوقف عند نجاحات وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي لهذا القوفان الجارف من خلال اعتماد استراتيجية إنسانية سامقة المبادئ تقدر الإنسان وحقه في الحياة في حضن الوطن الدافئ. السلام عليكم، تعرفنا عن نفسك. لؤي سعيد على عبيد علاي. سيد لؤي، اليوم ما هي الأضرار الصحية على متعاطي المواد المخدرة؟ طبعا بالنسبة للمخدرات هذا يعني موضوع كبير وواسع، يبدأ من بداية تعاطي المستخدم هذه الشباب، يعني بداية يظنوا أن قصة المخدرات هي خروج من واقع مؤلم، ولكن الحقيقة هي دخول إلى واقع مؤلم. بالبداية يبدأ بأن يتلف جزء من خلايا العقل، كذلك يتغلغل في الجسم، في الدم بالذات. الرغبة تزيد في أن يرغب بالكثير، يعني اليوم إذا كانت جرعة بسيطة في البداية أكيد مع الوقت تزيد هذه الجرعة وتتضاعف. طبعا هذا ينعكس على الجانب المادي لديه ولدى الأسرة، ينعكس على الأطفال. الآثار الصحية عندك فكرة عنها؟ أكيد طبعا، يبدأ بالعقل وتقريبا يصيب الكبد بالتلف، مع الوقت يصيب الدم كذلك بالكثير من الجوانب الهروينية، طبعا يؤدي إلى الوفاة في النهاية. كيف برأيك المجتمع ينظر إلى المدمن على المخدرات؟ والله هذا الجانب بحاجة لوعي فعلا. المجتمع للأمانة ما زال يعني يخطي خطوات ولكن بطيئة. يمكن احنا نشتغل على موضوع شعارات، ولكن المسألة محتاجة فعلا إلى تكاتف الجميع، بحاجة لأن المجتمع يعي بأن المعاق مريض وكل مريض بحاجة إلى العلاج. والله دولة الإمارات للأمانة ما مقصرة في جميع الجهات، بإنشاء مراكز، بالحملات كل حين وآخر، متابعة الآفة هذه وين ما تكون، إغلاق الحدود، الرقابة المستمرة. حقيقة دولة الإمارات يمكن من الدول اللي تعتبر على مستوى العالم متصدرة هذا المجال بإذن الله في مكافحة المخدرات. يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم لؤي حياك الله. برأيك خالي أم لؤي، اليوم ما هي الأسباب التي تدفع شبابنا إلى الإدمان على المخدرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على هذه الحملة التوعوية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكون يعني هي صدى للشباب وتوعية للشباب. بالنسبة لسؤالك، شو الأشياء اللي تدفع الشباب لهالأشياء؟ ربما أن التطور التكنولوجيا الحديثة اللي طلعت على طول، يعني كشاب يعني يحب يكتشف الأشياء، ممكن أنه الفراغ، ممكن يكون مثلا التكنولوجيا اللي هي طلعت حديثة للشباب بحيث أنه هو يحب يكتشف الأشياء الجديدة، يجرب ما هو جديد. ممكن يكون إهمال حتى من الأسرة نفسها، أنا يعني بتكلم عن حتى الأسرة، الأسرة ممكن يكون إهمال الأسرة الاتكالية على منذ الصغر، يعني على الخدم وغيرهم وغيرهم. هذه الأشياء أدت إلى أنه الولد يحب يكتشف كل شيء لأنه ما وراء رقيب. يعني يجب أن يكون هناك الرقابة من الأسرة، ابتداء من الأسرة ثم المدرسة. خالي أم لؤي، نصيحة منك للمدمنين على المخدرات اليوم، ماذا تقولين لهم؟ الشباب المدمن هو ابتلاءات أول شيء، وهو ابتلى بهذا، هذا مرض يعتبر، ولكن نحن نقول لهم أن هناك في أشياء يجب، يعني مو أنه أنا خلاص أدمنت وخلاص وما لي علاج، هناك في علاج وفي طرق ممكن يسعى إليها حتى يصل يرجع إلى على مستواه السابق. فيجب
إذا نقول لهم تعالجوا ولا تتأخروا. تعالجوا ولا تتأخروا، نعم. هي شكرا للقيادة العامة لشرطة الفجيرة على هذه الجائزة، وأتمنى أن هذا البرنامج أن يكون يأخذ يعني يستفيد الشباب من هذا البرنامج الأكثر من رائع والممتاز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله علي. هناك العديد من مراكز تأهيل على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة لإنقاذ المدمنين على المخدرات، هل لك أن تسمي بعضها؟ مركز التأهيل الوطني في أبوظبي ومركز التأهيل الإرادة في دبي. نصيحة مني أنا لجميع الناس، ولو كنت أنا بهذا الحال، أني أنا أذهب إلى هذا المركز وتعالج وأقضي على هذه المشكلة لأكون جزء من هذا المجتمع الطيب، وتحت ظل هذه القيادة الرشيدة وتحت ظل المؤسسات المدعومة من قيادتنا لأصحاب الإدمان. وكذلك نقول إحنا إن شاء الله يا رب إن كل واحد يسمعنا وينتبه لهذا الكلام. قيادة العامة لشرطة الفجيرة بتقلك شكرا على هذه المشاركة وبتقدم لك هذه الجائزة النقدية. العفو، جزاكم الله خير على هذا الموضوع، جدا جدا أفرحتوني صراحة. السلام عليكم، تعرفنا عن نفسك. الله وبركاته. عبد الله محمد جاسم. أولياء الأمور هم اللي السبب في هذا الموضوع، لأن ما يهتمون بأبنائهم ويحافظون عليهم وينتبهوا لهم، يعني دائما يخلونهم يعطونهم حبلهم على غاربهم. ألا تقع الملامة بجانب معين على الشباب أنفسهم؟ بعد لهم دور، لهم دور كبير. نعم لهم دور كبير، لأنهم إذا ما حصلوا يعني ولي أمر يعتني بهم وينتبه لهذه الأمور يأخذون حريتهم. شوف كلهم يتحملون المسؤولية، أولياء الأمور هم الشباب نفسهم الانفتاح. قرناء السوء هم البلا كله، قرناء السوء البلا كله. لا تمدح امرئا حتى تجربه ولا تذم منه من غير تجريبه. إنزين الإنسان لما يجرب واحد شاب أو غير شاب ويشوف ملامحه ويشوف تصرفاته تصرفات ضلال وفساد يبتعد عنه بعيد. نايف علي عبد الله إبراهيم، موظف. الآثار الجسدية للمدمن يكون هزيل ضعيف في البنية الجسمانية، وجهه يكون شاحب، الموت المبكر من كثر الاستخدام في الأبر، أمراض جلدية من كثر تعاطي الأبر، والسرطان والوفاة تؤدي إلى الوفاة، وضعف المناعة. الآثار النفسية للمدمن يكون قلق، مضطرب، عنده انفصام في الشخصية تؤدي إلى الانتحار. إذا اعترف في المدمن يعتبر أنه ضحية ونساعده على العلاج، وإذا ما اعترف بغلطه يكون مذنب. لا، المجتمع ينظر المدمن أنه كان ضحية ويتلقى علاجه ويرجع لصوابه ويرجع يدخل في المجتمع حال أي شخص. أنا بوجهة نظري إذا المدمن اعترف بذنبه ورجع إلى صوابه خلاص يكون واحد من المجتمع، المجتمع ما يخاف منه ولا ينفر. أنا الطالبة عذار محمد الضنحاني من جامعة الشارجة، أدرس علاقات عامة. عذاري، القانون الاتحادي رقم 14 لعام 95 ينص على ما يلي: لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه. سؤالي لك اليوم، هل تعلمين ما هو رقم هذه المادة في القانون الاتحادي؟
المادة 43 من قانون الاتحاد. ولمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، القيادة العامة لشرطة الفجيرة تقيم هذه الحملة التوعوية، وبدت لك شكرا على المشاركة هذه الجائزة النقدية. العفو، شكرا لكم كلكم. إذن هي جهود مكثفة للقيادة العامة للشرطة الفجيرة وتحديدا لقسم الإعلام والعلاقات العامة في تنظيم هذه الحملة التوعوية الثقافية المتنقلة بين العامة من أجل التوعية بمخاطر المخدرات والآثار السلبية للإدمان، تحديدا لأبناء المجتمع عن أتون النار والتهلكة. كان للقيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والوقاية منها رؤى ثاقبة مشاهدينا جعلتها تعي خطورة المخدرات والأضرار التي يسببها انتشار تلك الآفة، وعليه تم إطلاق هذه الحملة التثقيفية لتسليط الضوء على الجهود الجبارة التي تبذلها الجهات المختصة من خلال استراتيجية شاملة لحماية مستقبل أجيالنا والمجتمع من مخاطر المخدرات وعواقبها الوخيمة، مع إبراز دور الأسرة المحوري في عملية التربية الصالحة للأبناء وتوعيتهم ومراقبتهم ومتابعتهم. فالأسرة تبقى خط الدفاع الأول والحصين للتصدي لهذه الظاهرة ومنع الأبناء من الوقوع ضحية للإدمان. نعم، ضاعت أجمل أيام عمره بسبب تعاطيه المخدرات. فقد وظيفته وحلمه بالارتباط منزلقا في وحول الإدمان، إلا أنه وبعد دخوله السجن عدة مرات اتخذ قراره بوضع حد لمعاناته ومعاناة ذويه، عاقدا العزم على الخروج إلى الحياة من جديد. ميم را شاب في العقد الثاني بدأ رحلة العلاج الفعلي للإقلاع عن إدمان المخدرات، فطرق أبواب التأهيل والتعافي لإعادة دمجه في المجتمع. استوقفتني التجربة مشاهدينا، وحاولت أن أتعرف على الحالة عن قرب من خلال اتصال هاتفي أجريته معه مساء أمس، أعرضه على حضراتكم. السلام عليكم ميمرا. وعليكم السلام ورحمة الله. من أنت وكيف بدأت قصتك مع الإدمان؟ بدأت قصتي أنا كطالب في سن المراهقة، ومريت بظرف مؤلم، خسارة شخص عزيز جدا يعني وقريب. فكنت في ذاك الوقت أعاني من الحزن يعني، فنصحني أحد الأصدقاء يعني وعطاني نوع من المخدر يعني. نعم. فأنا أخذت هذا الشيء، قال لي إنه هذا الشيء بخفف عليك، فأنا أخذته يعني واستمريت بأخذه لما أدمنت. هل كانت أسرتك على دراية بأنك كنت مدمنا على هذه المادة المخدرة؟ لا، لم تكن على دراية، أنا كنت يعني أتعاطى السر. نعم. في طول السنوات. كم طالت فترة إدمانك؟ طالت فترة إدماني من 9 سنوات ونص إلى 10 سنوات تقريبا. لو تصف لي معاملة المجتمع لك في تلك الفترة، هل كانوا يخافون منك؟ في البداية المجتمع يعني ما كان يعرف، يعني ما حد يعرف، بس في اللي يلاحظ. لكن أنا لما انسجنت يعني وخرجت، نظرة المجتمع كانت جدا سلبية، وكانوا يعاملوني ك يعني ليس إنسان عادي يعني. هل تلومهم؟ أنا ألوم المجتمع، أنه لأن المدمن مريض وليس مجرم. نعم، هذه نظرتي أنا. كم مرة دخلت السجن؟ انسجنت 3 مرات. ماذا عن حالتك الصحية في ذلك الوقت؟ حالتي الصحية في ذاك الوقت يعني كانت جدا سيئة، أعاني يعني التركيز قليل ونسيان وكثير أمور يعني، وأحيانا تصل إلى الهلوسة وقلة النوم، ويعني وعدم الوفاء بالوعود.
كل شيء، يعني عدم قيامي بأدائي واجباتي المنزلية. ميمرا، ماذا عن التمويل المادي؟ من أين كنت تأتي بالمال لشراء المواد المخدرة؟ في البداية يعني أنا كنت الصديق اللي علمني كان هو يعطيني مولني يعني مواد. بعدين أنا كنت على وظيفة وكنت أنا أمول هالشيء، لكن لما خسرت الوظيفة لجأت لعدة طرق، يعني طرق عفوا التلتات. سرقت ميمرا سرقت؟ نعم لجأت إلى هذه الحالة، يعني إذا إلى هذا وصلت إلى هذه المرحلة بمجرد أني أوفر هذا المخدر. للأسف للأسف هذا شيء. نعم ومتى قررت أن تتعالج وأن تقلع عن هذه الآفة السامة؟ في أول مرة دخلت فيها السجن أنا فكرت في هذا الشيء أني أنا خسرت عدة أشياء يعني، لكن خرجت المجتمع ما تقبلني فهذا الشيء، وكنت أنا برحلة إحباط ورجعت يعني وسجدت ثاني مرة وخرجت. وبعد فكرت يعني ودخلت المصحة، لكن الغلطة كانت هني غلطتي أني أنا ما كملت معاهم بالمصحة النفسية يعني مصحة الإدمان. نعم. ما كملت معاهم، كنت أخرج سبب أني ما كنت أتحمل آثار الانسحاب. مع أنهم هم يوفروا أدوية يعني، لكن هنا ما كانت الإرادة موجودة يعني، كل شيء موجود لكن الإرادة من عندي أنا ما كانت موجودة يعني. كيف شعرت بعد التشافي والإقلاع عن الإدمان؟ والله الحمد لله حسيت كأني يعني ولدت من جديد، يعني انولدت من الحياة من جديد. لمن يعود الفضل بذلك برأيك اليوم؟ إلى جانب إرادتك الصلبة ميمرا. أول شيء هي الإرادة، ثانيا يعني تكاتف الأهل، الوالدين، الأخ والأخت، هذا الشيء جدا مفيد. ثاني شيء مصحات، يعني يوفروا كل شيء يعني على أعلى المستويات عندنا بهذه الدولة، أنا نشكر القيادة على هذا الشيء يعني. أطباء على أعلى مستوى يعني. كيف كانت علاقتك بالأطباء المشرفين على علاجك؟ نعم جدا جيد، حتى أنا بعد ما أنهيت مرحلة يعني برنامج الشفاء والتعافي وخرجت كان مفرين لي أخصائيين اجتماعيين، لمجرد أني أفكر بهذا الشيء أتصل فيهم أي وقت يعني، وهم يعطوني النصائح اللازمة اللي أنا محتاج منها يعني، وهذا الشيء ساعدني جدا أني أستمر يعني لين ما وصلت لمرحلة خلاص يعني أنا مستحيل أرجع. لأن أنا نتعافى يعني، في ناس تتعافى من الإدمان لكن تنتكس يعني. نعم 3 شهور 4 شهور ترجع تنتكس يعني. هل أنت متزوج اليوم؟ أنا إلى الآن يعني لم أكون أسرة بسبب الظروف اللي مريت فيها، لكن إن شاء الله يعني الواحد يتطلع للمستقبل إن شاء الله يعني. أود منك أن توجه كلمة أو رسالة مقتضبة إلى الشخص الذي دفع بك إلى هذا السبيل، سبيل الإدمان، سبيل الضلال في المرة الأولى، ماذا تقول له اليوم؟ أنا أقول له أني أنا الصراحة أنا شايل عليه حيلي يعني. جدا شايل عليه، أن أنا عانيت بسببه. أنت فقط؟ أنت فقط؟ أنا يعني هو علمني وعلم أصدقاء، وهؤلاء الأصدقاء يعني أنا 3 منهم يعني توفوا بسبب جرعة زايدة يعني. نعم. وهم كلهم تعلموا على يد هذا الرجل يعني. ماذا تقول له؟ أنا أقول له أنه يعني أتمنى أنه ما يعني يدمر المجتمع، ما يدمر الأجيال، هذا شيء جدا غلط يعني، جدا جدا غلط هذا. نعم. لأن هذا ما فيها دمار يعني للشخص، وإذا دمر هذا الشخص يدمر يمكن 20 شخص يعني معاه أسرته، وحتى الدولة يعني تتأثر من هذه الأشياء يعني، الدولة تصرف علينا وكل شيء. آخر شيء يعني مثل هذا الشخص يجي ويعلم هؤلاء الأشخاص يعني يمشوا بطريق الغلط، يستهلكوا طاقتهم ومالهم، يستنزفوا كل شيء فيهم يعني، بأي لحظة يعني يكون هذا الشخص معرض للموت بأي لحظة يعني. نعم أود أن أحيي بالبداية جرأتك، وبالمرتبة الثانية إرادتك الصلبة التي ساعدتك في الإقلاع عن هذه الآفة السامة، وأتمنى أن تكون قدوة لكثيرين اليوم ربما يعانون. شكرا جزيلا لك الحالة ميمرا. بس لو أنا ممكن أضيف شيء يعني. تفضل. أضيف إشادة يعني للدور الكبير اللي تقوم فيه
يعني إدارات مكافحة المخدرات على مستوى الدولة يعني. صحيح. دور كبير ولهم فضل بعد يعني علي أنا. نعم. أشكرهم على هذا الشيء يعني. نعم. شكرا لك على هذه المداخلة الحالة ميم راء، ونحيي بك هذه الإرادة، شكرا جزيلا لك. إذن المخدرات سلبته ربيع أعوامه، محطمة كل علاقاته الأسرية الاجتماعية والمهنية، وأضحى مسلوب الحرية والحياة التي أنعم بها الله تعالى عليه. لكن ميم راء أبى أن يستسلم أو أن يقع فريسة الضعف، متغلبا على الإدمان، طاويا صفحة مظلمة ليفتح كتابا جديدا أمام مستقبل مشرق وواعد بإذن الله. تشير تقارير مشاهدينا إلى أن هناك تحسنا كبيرا في مؤشرات الأداء المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومستوى الرعاية والتوعية والتصدي لهذه الآفة المدمرة على مستوى الدولة ككل بنسبة تتراوح بين 35% إلى 45%، وهذه النسبة تعد إنجازا يحسب للجهود المكثفة التي يبذلها مجلس مكافحة المخدرات، وتظهر جليا من خلال النتائج ونسب التغير الناتجة عن عمليات المكافحة والضبط والتأهيل والتوعية، وأيضا الوفيات الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تم ضبطها خلال 2018 مقارنة بالعام الذي سبقهم. وبالتأكيد يبقى لحملات التوعية الأثر الإيجابي والمباشر في تثقيف أبناء المجتمع ودرئهم أخطار المخدرات. دعوني وإياكم أستكمل القسم الثاني من الحملة التوعوية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والوقاية منها. إذن هي جهود مكثفة للقيادة العامة لشرطة الفجيرة وتحديدا لقسم الإعلام والعلاقات العامة في تنظيم هذه الحملة التوعوية الثقافية المتنقلة بين العامة من أجل التوعية بمخاطر المخدرات والآثار السلبية للإدمان، تحييدا لأبناء المجتمع عن أتون النار والتهلكة. اسمي عبد الرحمن عاطف إبراهيم، من مصر، موظف في الإمارات. سبب الإدمان بيبقى فراغ، صحاب سوء، بيبقى كثرة مال، بيبقى مضلول، ما بيبقى يعني ضال على الطريق اللي هو فيه، ما بيعرفش، ما فيش نصيحة، لأن كل اللي حواليه نفس الشيء. في ناس بتبقى عايزين هواية يعني عايزين يجربوا الشيء ده إيه، وفي ناس بتطلع منه وفي ناس بتكمل فيه ما بتعرفش تخرج منه. هو بيبقى شخص مريض، يعني هو مريض، احنا لازم كلنا نبقى واقفين جنبه، لازم نتعاطف معاه اللي هو مريض. مش هناخدها بالبوزيتيف، لا، احنا هناخدها بالنيجاتيف، اللي هو لازم نقف جنبه، لازم ندي سبورت، لازم نكلمه، لازم تروح نوعيه. في ناس بتاخدها بالنيجاتيف، لا ابعد عنه، ما هو هيبعد عنه، هيضر شخص تاني. يعني لو حضرتك لو سيبناه وهو جد هيضر واحد تاني، هيجر واحد واثنين، والاثنين هيجروا اثنين وثلاثة. لا، لازم نوقفه ونتكلم معاه، لازم نوعيه، ده لازم تروح تتعافى، لازم هو يعني. شكرا للقيادة العامة لشرطة الفجيرة، والله يوفقهم ويعدهم الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد غانم الكعبي، طالب جامعي. الإدمان هو تعاطي أي مادة وعدم القدرة على الاستغناء عنها، بل تنعكس بالزيادة، ومن هذا ينطلق مسمى الإدمان. وأنصح كل من يتعاطى المخدرات الذهاب إلى مركز الدعم الاجتماعي التابع لقيادة الشرطة الفجيرة، ويحلون الموضوع بكل سرية تامة. اسمي أسماء مسعود المسماري، موظفة. 26 يونيو يصادف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. تفكك الأسري الموجود حاليا بين الأسرة يؤدي للخراب، يؤدي للمخدرات، يؤدي لوايد أشياء. يعني أن المجتمع ولا الأفراد الموجودة فيها تنحرف لهاي الأمور، فلازم الواحد يبتعد عن رفقاء السوء. الوازع الديني هذا أهم شيء،
ووزع الديني. في مراكز كثير في الدولة، عندنا أهم المراكز مركزين، مركز الوطني لتأهيل أبوظبي، وعندنا المركز التأهيل والإرادة في دبي. المندمن ضحية، ضحية المجتمع لمناسبة اليوم لمكافحة المخدرات. أشكر شرطة الفجيرة على الجائزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، علي سعيد مصبح القايدي، موظف. هناك حملة على المستوى الاتحادي، حملة سراج لمكافحة المخدرات، إلى شعار، هل تعلم ما هو شعار هذه الحملة؟ هل هو أسرتنا هي مستقبلنا، لا للمخدرات، أو نعم للعدالة لا للمخدرات؟ أسرتنا هي مستقبلنا ولا للمخدرات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ياسم مراسل. بحال اكتشف ولي الأمر أنه ابنه يرافق أصدقاء السوء، برأيك كيف ممكن يبعدوا عنهم؟ أبعد عنهم طبعا بالنصيحة، قبل أنصحه وقل له مالك حايف الشباب السوء، وأستفسر يعني عنه هو مصاحب مين ومرابع مين، لو كان يعني الشباب يعني مشكلة أحاول أخلي تجنبهم. شكرا خالي أم راشد، ولك جائزة نقدية مقدمة من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، تفضلي. شكرا القيادة العامة ولدولة الإمارات والشيخنا وحكامنا، الله يخليهم يعطيهم طول العمر يا رب. سلام أم حمزة. القيادة العامة لشرطة الفجيرة خلال فترة الصيف تنظم الكثير من الأنشطة والمبادرات، منها أجيال المستقبل أو أجيال الشرطة أو حملة التبرع بالدم. أجيال الشرطة. صحيح. مهارات شرطية، في مهارات عسكرية وشرطية، في برامج ثقافية وبرامج ترفيهية وتعليمية للشباب. صحيح، إجابتك صحيحة، وهذه الجائزة النقدية القيمة مقدمة من القيادة العامة لشرطة الفجيرة. أكيد نشكر القيادة العامة اهتمامها بالشباب ورعايتهم، خصوصا في فصل الصيف لأنه ما في عندهم يعني بدل ما يروحوا لأماكن ثانية أو أنه حد يستغلهم، فمشكورين صراحة، جزاهم الله ألف خير. وعليكم السلام ورحمة الله، أم سعيد معك. نصيحة توجهينها للأباء لأولياء الأمور لتربية أولادهم ويكونوا قدوة حسنة في المجتمع؟ أول شيء لازم أكون صديقة لعيالي، لازم أتقرب منهم زيادة، لازم أشوف أتبعهم منو أصدقائهم، لازم يكون أصدقائهم أكثر شيء يعني ذا تربية أخلاق، تربية صالحة، يكونون يعيشون مجتمع يعني بعيد عن الأصدقاء الفاسدين، الأصدقاء اللي يعني اللي أشوف أخلاقهم يعني ما زينة، يكون أوجه عيالي. وثاني شيء أشغلهم يعني وأشغل وقت فراغهم، يعني وقت الفراغ يكون أهم شيء إنه يكون يشغله في وقت في شيء مفيد. شكرا لك. اليوم القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتقول لك شكرا على المشاركة بالحملة لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. مشكورين، جزاكم الله خير. شكرا. فاطمة خميس، أم خميس. ما هي السبل التي يمكن أن تجنب المراهق الوقوع بفخ الإدمان على المخدرات؟ والله أول شيء نحن الدين الإسلامي مربنا تربية حسنة ومعتمدين على دينه، هو اللي يعطينا النصائح. ثاني شيء إن زيارات للأهل ما أقطعهم. ثالث شيء عندنا أصلاً بعد القيادة العامة ما شاء الله مسوين للأطفال في آخر السنة مسوين لهم مخيم شرطي، الشرط الصغير، هذا كان بالنسبة لنا أفضل مجال لعيالنا، خصوصاً الحين نحن داخلين في مرحلة الصيف، وهذا واللي ما يروم يروح مكان دخل وتعلم، بالعكس يعني الداخل يضبطوهم ويعلموهم كيف يعتمدوا على نفسهم وكيف أصلاً يحاربوا مثل هذه الآفات عندنا بإذن الله تعالى. شكراً لك على المشاركة، والقيادة العامة للشرطة بتقول لك شكراً على المشاركة وبتقدم لك هذه الجائزة النقد. عافيش، مشكورين وما قصرتوا، ونحن نشكركم على هالبرنامج ونشكر القيادة العامة للشرطة الفجيرة. السلام عليكم، تعرفين؟ عليكم السلام، أم سعود من سلطنة عمان. اليوم المدمن هل هو ضحية أم مجرم؟ المدمن صراحة هو ضحية، ضحية أكيد، حد لعب بعقله، حد قص عليه من رفاق السوء. مثلا أنا كأم لازم أتابع أولادي، لازم ألاحظهم، لازم أشوفهم مع من، منهم صادقين،
لازم أعرف من أصدقائها وين يروح ولدنا عشان نعرف يعني ونتفادى هذا الإدمان، نتفادى هذا يكون أنه ضحية هذا الشيء. مثل ما نشوف الحين في التلفزيون ونشوف المسلسلات يكون يعني هذا الشخص يتغير تصرفاته، يتغير أطباعه، تتغير، ما يكلمنا زين، لا يحترم الآخرين، ما يحترم أمه وأبوه، لا يحترم أحد. يعني هذا هو اللي أقدر أنا كأم أعرف أن ولدي تغير علي. القيادة العامة لشرطة البجيرة بدأت تشكرك على هذه المشاركة لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. شكرا. أشكر القيادة العامة لشرطة البجيرة، ما شاء الله عليكم، ما قصرتوا، يعطيكم العافية إن شاء الله، وتلفزيون الفجيرة يعطيكم العافية إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أم سيف من سلطنة عمان. كيف يمكن إعادة احتواء المدمن؟ والله ممكن إعادة احتواء المدمن عن طريق أن ننصحه، نوجهه، أن ممكن أن بعد يعني نقوم كوالد إذا مثلا الابن في الأسرة أو مثلا من أحد الأقارب، ننصحه أنه مثلا أول خطوة يبدي بها أنه يذهب لمصح مستشفى لكي يتعالج من هذه مثلا من الإدمان، يتعدى مرحلة الإدمان عن طريق طبعا بعد احتواء أهله، أصدقائه المقربين اللي ممكن أنهم مثلا يكون لهم دور فعال في أنهم يعني يقللوا من الحالة اللي هو عنده. القيادة العامة لشرطة الفجيرة بدأت لك شكرا على هذه المشاركة. عفو، جزاكم الله ألف خير، مشكورين. في إطار استراتيجيتها لتحقيق الأمن والأمان وتحقيقا لأهداف وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والوقاية منها، تسعى القيادة العامة إلى نشر الوعي في صفوف المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة من خلال تنظيم العديد من الحملات التوعوية والتثقيفية لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لإيصال رسائل في اتجاهات متعددة مفادها أن أعين رجال الأمن لن تنام. إذن كما تابعنا، الكل أجمع على ضرورة تضافر الجهود للخروج برؤية موحدة لمجابهة هذه الآفة الخطيرة والنهوض بمستوى وعي الشباب. مكافحة المخدرات مسؤولية شرطية، أمنية، صحية وثقافية لتكوين وعي متكامل يحمي المجتمع ويحصن الشباب من الوقوع في فخ تلك الآفة المدمرة. وتبقى ونشدد على أن الأسرة هي خط الدفاع الأول والحصين للتصدي لهذه الظاهرة. اللهم امنح شبابنا الحكمة والسكينة وأعنهم على تقبل الحياة التي منحتهم إياها بامتنان. اللهم آمين. أثبتت الدراسات أن الانجراف نحو التعاطي يأتي جراء الهروب من الألم وعدم مواجهة المشاكل وكثرة وقت الفراغ ووجود تقصير في جانب التوجيه الأسري والمجتمعي. وعليه تبقى الوقاية هي أنجح علاج للحماية من مشاكل إدمان، والأسرة لها الدور الكبير في هذا المجال، بدءا من ممارسة سلطة الأولياء الأمور المعتدلة لوضع بعض الموانع والمراقبة والتوعية والتأكيد على القيم والأخلاق الحميدة التي تحصن حياة الفرد. كذلك تتوجب التوعية من خلال وسائل الإعلام والفضائيات والندوات والبرامج والأفلام وأعداد حملات تستهدف الوقاية من الإدمان. كذلك السهر على برامج التوعية والوقاية في المدارس والتجمعات المحلية والأندية التي تستهدف صغار السن الذين يعتبرون أكثر عرضة لخطر الإدمان. لمعرفة المزيد مشاهدين حول ماهية هذه الآفة المدمرة وكيفية التخلص منها، ينضم إلي الآن مباشرة عبر الهاتف مدير مركز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة سيادة النقيب أحمد الهاشمي. السلام عليكم سيادتك، وحياك الله معنا في البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي الفاضلة، حياك الله وبياك. الله يحييك، شكرا. سيادتك في البداية أتوقف معك عند المادة رقم 43 من القانون الاتحادي رقم 14 للعام 95 لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ما هي هذه المادة وعلى ما تنص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أتقدم إليكم بالشكر على استضافتي عبر أثير تلفزيون الفجيرة، حيث تعدون شريكا أساسيا واستراتيجيا في نشر الوعي والمعرفة المجتمعية عن كثير من المواضيع التي تخص وتهم كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة دولة الإمارات العربية المتحدة. واجبنا طبعا. عودة أختي الفاضلة إلى محور سؤالك حول المادة 43 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرة العقلية الإماراتي، حاب أقول إن انفراد قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرة العقلية الإماراتي الصادر مثل ما ذكرت أختي الفاضلة بقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 95 بالإضافة للتعديلات اللي وردت عليه بقانون رقم 8 لسنة 2016 بالعديد من مواد القانون التي وضعت الظروف والأحوال التي تحيط بمتعاطي المواد المؤثرة والعقلية، وذلك من أجل مساهم في وقاية المجتمع من تنامي هذه الظاهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مع إعطاء الفرصة المناسبة والكبيرة للعودة والرجوع عن الإقلاع عن الإدمان، ومن هذه المواد التي تشجع أفراد المجتمع على ذلك هي المادة 43 ثالث الذكر من ذات القانون، والتي تطرقت حول إعفاء متعاطي المادة المخدرة والمؤثرة العقلية من المسائل الجنائية أو الجزائية. وهذا المهم أن الإنسان الذي يتقدم للجهات الأمنية أو الجهات المعالجة أو النيابة العامة يعفى من المسائل الجنائية أو الجزائية. شريطة عدة يعني اشتراطات معينة، أنها تكون هناك إرادة شخصية لهذا المدمن على أنه يعود عن الإقلاع أو عفوا يعود عن الإدمان على هذا المخدر. صحيح. بالإضافة أن عفى نفس الصفة لأولياء أو أقرباء من حتى الدرجة الثانية لنفس الصفة، أو هو الإبلاغ أو التقدم إلى الجهات النيابة أو الشرطة أو الجهات العلاجية لذات الغاية، وهم بذلك يكونوا يساعدون ويقدمون يد العون. إذن هذه المادة بشكل عام هي دعوة للمبادرة في العلاج والاستفادة من هذه المادة من القانون الاتحادي. دعني أسألك عن دور مركز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة لو سمحت في تقديم المعالجة الاجتماعية للمدمنين على المخدرات. كما تعلمين ويعلم المشاهدين أخوان المشاهدين أن وزارة الداخلية ومثلا بالقيادة العامة شرطة الفجيرة يحتفلون بهذا باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت عنوان هذا العام تحت عنوان أمن وسعادة بلا مخدرات. وانطلاقا من هذا الشعار فإن مركز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة شرطة الفجيرة هو شريك مباشر لإدارة مكافحة المخدرات بالقيادة في مكافحة هذه الآفة التي تؤثر في أي مجتمع، لو إن وجدت تؤثر في كل مجتمعاتنا، ولكن تخلق العديد من الجرائم فيه، وذلك عن طريق المساهمة في دراسة بعض الحالات. نحن كمركز دعم الاجتماعي نقوم بدراسة الحالات الذين مثلا بعض الأشخاص اللي انساقوا أو وقعوا في الإدمان، وذلك لمعرفة الأسباب. هل لك أن توجز لي باختصار يعني النوع الدعم اللي بتقدموه في مركز الدعم الاجتماعي لضيق الوقت سيادة النقيب؟ أنا أهم نقطة يقوم فيها مركز الدعم الاجتماعي هو عبارة عن خلق أو جعل تواصل إيجابي بعد خروج هذا الشخص المدمن من المؤسسات العقابية والإصلاحية بينه وبين الأسرة. نعم. لأن هذا المدمن يطلع بأفكار عديدة وهو خارج، هل لي مكان في الأسرة؟ هل الأسرة سوف تتقبلني؟ إذن تتابعون الحالة بعد الإقلاع عن الإدمان، تتابعون حالة المتعافي، خليني أقول وأصفه بأنه متعافي. لنا وقفات أخرى سيادة النقيب، أشكرك جزيل الشكر النقيب أحمد الهاشمي مدير مركز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة على هذه المداخلة، وعذرني وسمحني على هذا الاقتضاب ولكن لضيق الوقت، والمخرج يقول لي علينا قطع الاتصال. أشكرك جزيل الشكر. الشكر موصول لكم أختي الفاضلة. شكرا موصول لكم. شكرا لك سيادة النقيب. في الختام مشاهدينا أذكر أن الله سبحانه وتعالى عهد إلى الإنسان أن يحافظ على كلياته الخمس وحرم كل ما يؤدي إلى هلاك النفس. في أمان الله.